كل عام وأنتم بألف ألف خير بإقبال سنة جديدة، سنة 2016 راح سنة 2015 سنة بيها دمار وقتل ونهب وسرق. إن شاء الله تكون سنة خير ومحبة على كل العراقيين أينما كانوا من جنوب العراق إلى شماله. جولتنا اليوم حتكون في متنزهات الزوراء ويا العوائل العراقية والشباب والبنات، راح تشوفون اليوم الشجرة اللي منصوبة في حدائق الزوراء، شجرة الميلاد. إن شاء الله تكون شجرة جميلة وإقبال جميل على كل العراقيين وسنة خير ومحبة إن شاء الله. أقول لكم كل عام وأنتم بألف ألف خير. جولتنا حتكون حلوة ويا العوائل العراقية. ابقوا يعني. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بألف خير. سنة حلوة إن شاء الله عليكم. علينا وعلى شعب العراق إن شاء الله. وشلون إن شاء الله راح تشوفون هاي السنة اليوم أنتم لابسين بابا نويل وهذا شنو؟ جرس مال بابا نويل. هذا جرس مال بابا نويل؟ زين، هذا جرس اليوم، شلون شفتوا اليوم إقبال العوائل العراقية في متنازهات الزوراء؟ والله إقبال العوائل العراقية يعني بالفرح والسرور، ونزرع ابتسامة بوجه الطفل العراقي والشعب العراقي، ونشارك إخواننا المسيح بهذا الاحتفال بعيد رأس السنة. وهاي الشجرة سويناها في شركة ألعاب الزوراء، أكبر شجرة بالشرق الأوسط، يعني نزرع الابتسامة ونلتم الشمل إن شاء الله. زين، اليوم هي فرحة عراقية، اليوم شفنا العوائل العراقية فرحانة وطالعين اليوم في متنزهات الزوراء يفترون يتونسون ويطقون صور يم شجرة الميلاد. تتمنون بهاي السنة رغم أنت بابا نويل اليوم؟ إيه مرتدين زي بابا نويل، يعني نزرع الابتسامة ونتمنى الأمن والأمان الشعب العراقي واخواننا الحشيد والمقاومين واخواننا النازحين يرجعون الى مناطقهم. ما امنيتنا بالحياه، وسنه 2015 مرت علينا باقصى السنين، فاريد 2016 تمر علينا بامن وامان، نرجع المحبه والاخوه ان شاء الله بهالسنه المباركه ان شاء الله. كل عام وانتم بألف خير. بألف خير ان شاء الله. ممنون حبيبي، اهلا وسهلا ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. سنة حلوة إن شاء الله عليكم، سنة 2016 تكون مباركة عليكم على كل العراقيين. اليوم تواجدكم في متنزهات الزوراء، شو تحبين تقولين؟ شنو أمنيتك في سنة 2016؟ شو تحبين تقولين على سنة 2015؟ والله أتمنى أن نودع سنة كلها مآسي وكلها آلام وكلها تعب بالشعب العراقي. أتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة خير على الجميع، وسنة سلام ومحبة بين جميع أطياف الشعب العراقي. واللي أتمناه من الله أنه الشعب العراقي يوعي لحجم المؤامرة اللي صايرة عليه. أتمنى أنه كل عراقي إذا كان فقير أو غني، إذا كان جاهل أو متعلم، أن يتوحدون يصيرون قلب على قلب، لأن إحنا عراقيين الخالة وولد الخالة، العم وابن ابن أخته. فإحنا كل اللي نريده أنه يكون سنة سلام وسنة محبة وسنة خير للجميع. يا ربي يا ربي إن شاء الله. أمنيتك بهاي الحياة شنية؟ والله أمنيتي أن أشوف العراقيين يعني الخيرات اللي عندهم يستفادون من عندها، هذا اللي أتمناه. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله يسلمك يا مية هلا. الله يخليك. سنة حلوة إن شاء الله عليكم على كل العراقيين. يعود علينا وعلى أمة محمد أجمعين بالإيمان والأمان إن شاء الله. سنة 2016 إيش تعني لك إن شاء الله؟ والله نتأمل، إحنا نتأمل من عندها أن يكون بها الخير ونخلص منها الغيمة هاي إن شاء الله. أمنيتك شنية؟ أمنيتي أن يتحقق الأمن والأمان. شنو اللي شفته في سنة 2015؟ والله كلها سوء كالة بالعالم كله علينا، كالة من أخس دولة بيهم موجودة إلى أكبر دولة بيهم طاغية، فالكل جاي لأجل المصالح، ومن ضمن هاي المصالح أنه شافتين الأنبار، لأنه الأنبار بها أكبر احتياطي للغاز بالعالم كله، ولذلك هم متكالب العالم كلها علينا من صغير إلى ما مو محبة بنا أطلاقا. شو تتمنى؟ أتمنى زوال هذه الغيمة إن شاء الله بقوة الله. شكرا جزيلا. أشكرك، بارك الله بيك، الله يحيى ودوم على نفسك. كل عام بخير. أنت بخير. سنة حلوة إن شاء الله عليكم. أجمعين إن شاء الله. كل عام بخير. أنت بخير. شو اسمك؟ أحمد. أكيد. بياصة أول. من يقول؟ هاني. زين، شو تتمنى بهاي السنة؟ تتمنى؟ فكر وارجع لك. كل عام انتم بخير. انتم بخير. شلونك؟ زين. شو اسمك؟ ابراهيم. ابراهيم بياصف سادس. سادس. شنو امنيتك بهاي السنه؟ انجح. تنجح؟ ايه. بس
بس النجاح؟ اي ان شاء الله يا رب تنجح. كل عام انت بخير. بخير. قربي لي هنا شويه. يعني تتمنين بسنة 2016 وش تعني سنة 2015؟ والله ان شاء الله يعم كل السلام والامان للجميع ان شاء الله بالعراق. هي هاي يعني اكثر الامنيات اللي احنا نتمناها بالعراق ان شاء الله. ان شاء الله. يعني اقوى امنيه لك؟ طبعا هو اهم غير امنيه؟ اهم شيء الامان. اهم شيء الامان. الحمد لله والشكر. اولادك؟ الله ان شاء الله يخلينا اياهم ويخلي اولاد العراقيين كلهم ان شاء الله. زوجك؟ نعم. ماكو فد كلمه حلوه بهاي السنه الك؟ ان شاء الله دائما فوق راسنا. ان شاء الله ويخلينا اياه. ان شاء الله. كل عام انت بخير. بخير ان شاء الله. الله يسلمك. الله يعزك. الله يخليك. شنو نتك بهاي السنه؟ والله احنا هم قضيه احنا نتمنى الامان والاستقرار لهذا البلد، لان هو الامان اساس حياتنا كليته. يعني احنا من راح يصير عندنا امان راح نبدا نفكر نقدر نطور نفسنا. يعني حتى انا على مستوى شخصي هم اقدر اطور افكر بمستقبل جهالي ان شاء الله. شفتك الشجره؟ والله حلوه. حلوه؟ بس والله قالوا لي 25 متر. شو؟ والله اعتقل. زين شو تحب تقول كلمه حلوه راي السنه لزوجتك؟ والله انا اقول زوجتي والعائلتي. لا بالعكس ان شاء الله ماكو مستحيل. يعني احنا المشاعر باقيه ما مرهونه بمناسبه. مشاعر الحب والاحترام والود والتقدير موجوده يعني بين افراد العائله. يعني هي ان شاء الله نتمنى لها سنه سعيده وان شاء الله التوفيق لنا ولها ان شاء الله. ان شاء الله سنه سعيده والتوفيق لنا ولها ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. تعالوا انتوا الاثنين. تعال تعال. كل عام وانتم بخير. انت بالك بخير. شلون؟ الحمد لله. عبد الرحمن. يا سلام. عبد الرحمن ثاني. سنة 2015 شنو منيتك بيها؟ 16 شنو منيتك بيها؟ والله ان شاء الله يعود الامان والاستقرار للعراق كله، يرجع كل واحد لاهله النازحين وهذا واهل الموصل والانبار. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يرجعون كلهم لبيوت ان شاء الله. شو اسمك؟ طيبه. طيبه بياصف. اول شنو؟ متوسط. ايش ابتدائي؟ لا متوسط. شنو منيتك بهاي السنه؟ اكيد الامان. يعني اول شيء الامان لازم، وامان عائلتي، ويرجعون كل واحد لبيوتهم ان شاء الله. نفس ما طلعوا يرجعون ان شاء الله. وبكل امان. الله. الله يبارك فيكم وكل عام وانتم بالف الف خير. انت بالف خير. باي باي. مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين وياكم يا عوالي العراقي، ونقول لكم كل عام وانتم بالف الف خير. سنه 2016 امنيات العراقيين امنيه واحده ان شاء الله، كل النازحين يرجعون الى مناطقهم والى بيوتهم سالمين غانمين ان شاء الله. مستمرين وياكم ويا الشباب والبنات والعوائل العراقيه، ابقوا ويانا. انت بخير. انت بخير ان شاء الله الجميع ان شاء الله. شلون نشوف سنه 2016؟ شلون راح تشوفها وشلون مرت عليك سنه 2015؟ والله سنه 2015 ما بيها فد شيء جديد للبلد او تطورنا او سنه عاديه مرت علينا. نحاول يعني نقول بركة السنه 2016 يصير بيها فد تغيير، يصير بيها تحسن للبلد، الامن والامان ان شاء الله، والظروف تتغير، المعيشه تصير زينه، الكسب يشتغلون ان شاء الله. اهلا وسهلا. امنيتك بهاي السنه؟ امنيتي بهاي السنه العراقيين كلهم بخير ان شاء الله.
والبلد العراق ان شاء الله. ونريد من الحكومه شو تثبت على هالبلد، على هالبلد، على هالشعب المظلوم، لان هو قضى حياته كلها ظلم وبظلم. حبيبي زين، اولادك وين؟ اولادي شهد. شهد وين شهد؟ شهوده. شهد زوجتك؟ زوجتي. زوجتك، تعال هنا ستي، تعال شهد. شهد كل عام انت بخير. يا صف رابع. شنو امنيتك؟ يصير البلد احسن واحسن. بعد التخرج اصير دكتوره ان شاء الله. ان شاء الله. كل صدق دكاتره. كل عام انت بخير. الله يسلمك الله يخليك. الحمد لله. شنو امنيتك بسنه 2016؟ والله اهم شيء احنا نريد الامان، حتى واحد يطلع يونس الاطفال. ها هسه ايش قد حلو واحد امان ونسناهم طلعناهم، فهذا اللي احنا نريده. زين تحبي تقولي لابو شيفت كلمه حلوه؟ والله اتمنى له ان شاء الله يبقى خيمه علي وعلى جهالي يطول العمر. هموت عليه والله. شنو راح تقولون شهد؟ اقول لك كل سنه انت بخير ان شاء الله، يعود عليك بالخير والعافيه والصحه والسلام، سلامه الاهل ان شاء الله. وان شاء الله العمر المديد. كل هذا نعرفها كلها يعني. اتمنى له كل الخير ان شاء الله. بس ما قفت كلمه حلوه لي. طبعا هو هذا الحب وشي من تيم من عنده. هو هذا الحب، هذا الحب. وش هذول الكرام؟ طبعا هي هاي الاجواء العراقيه، الاجواء البغداديه. طبعا دائما بتكون البسمه بوجوه عوائلنا العراقيه. بعدنا مستمرين وياكم ويا العوائل. كل عام وانتم بخير. انتم بخير. وانتم بخير. سنه حلوه ان شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله. شوف هاي السنه. عني شنو امنيتك بهاي السنه؟ والله اتمنى بنتي تلقى بالكليه والثانيه تنجح من السادس. استاذه تروح كليه الطب ان شاء الله. ان شاء الله. شلون مرت عليك سنه 2015؟ لو دخلك وهذا سؤال محرج. مرت عليك؟ مرت يعني مأساة؟ اي والله مأساة. من الخير بهاي السنة؟ اي طبعا ان شاء الله. ان شاء الله. من حضرتك؟ انا ام ريهام. ام ريهام، هاي ريهام. ريهام كل عام وانت بخير؟ انت الف خير. شنو تريدين بهاي السنة؟ والله ما اريد شيء. شو تريدين؟ كل شيء ما اريد. تنجحي تطلع قبولك شيء؟ ان شاء الله يطلع. بس؟ الحمد لله شكر. شلونك؟ زين الحمد لله. وانت بألف خير. شنو نفسك هاي السنة؟ اي أعمل أمان على البلد. وجدت السنة دكتورة. شلونكم يا حلوين؟ شو اسمك؟ نايف. انتي؟ زهراء. اي زهراء. اي اسمي زهراء. اي لا زهراء. شو اسمك؟ شمس. شمس. يا صف رابع. شو تحبين تقولي بهاي السنة؟ أحب الأمان وتحقق الأمنيات إن شاء الله. وانت شو تحبين تقولي؟ علاوي. ابن علاوي. هلا هلا علاوي ما شاء الله انا كلها حب. انت تسوق علاوي؟ اي علاوي. انت ما تحبها؟ لا حزانه لعد حزانه. كل عام وانتم بخير. سنه حلوه ان شاء الله عليكم وعلى كل العراقيين. اشكرك. شنو شباب السنه؟ الامان للشعب العراقي ان شاء الله وتحقيق الامان جميع يعني مواطن او مواطنه. وما اريد اي شيء بس احنا شفنا علاوي يحب زهراء، زهراء تحب علاوي، ابو شمس. فانت ايش من تحبين؟ انا احب ابو زهراء والزهراء. مشاهدينا الكرام، انتهت جولتي اليوم في متنزهات الزهراء. امنيات العراقيين امنيه واحده، يرجع الامن والامان على كل العراقيين من جنوب العراق الى شماله. ان شاء الله سنه خير ومحبه على العراقيين. سنه 2015 كانت سنة دمار وقتل ونهب وسرق، شفنا بيها هواي أمور وتعبنا بيها. إن شاء الله نتأمل بسنة 2016 سنة خير ومحبة يا رب. أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير على أهلي وناسي وأصدقائي، وكل عام وكادر قناة سامراء بألف ألف خير. إن شاء الله تكون سنة خير ومحبة عليكم من أكبر واحد إلى أصغر واحد. وحب عايد فادي السامراء اليوم اللي تعب وياي في التصوير، أقول لك كل عام وأنت بألف ألف خير. انتظرونا في جولات أخرى إن شاء الله ويا عوائلنا وناسنا العراقيين. في أمان الله.